نعم، مساء الخير لك ولمشاهديك. مساء الخير. يعني ما يجري في عقلين بشكل خاص هو يعني أعمال ممنهجة ومنسقة مع أطراف خارجية وبأيدي ما يسمى الجيش الوطني، وهو بعيد عن الوطني بشكل عام، لأن الجيش الذي يأتمر في أوامر دولة تحتل دولة ما فهم يعني مرتزقة بدون أي شك. هؤلاء الذين يقومون بتنفيذ كل ما يطلب منهم من قبل الدولة المحتلة، الدولة التركية المحتلة، يعني لديهم أوامر، يعني أقصد هؤلاء المرتزقة لديهم أوامر باعتقال باختطاف وليس اعتقال باختطاف أي مواطن عفريني يطأ عفرين، سواء كان خارج عفرين أو لا يزال هناك في عفرين. يعني حسب الإحصائيات التي بين أيدينا هناك حوالي بحدود 5000 عفريني تم خطفه بأسباب واهية، لأسباب يعني تضحك طفلا صغيرا. أهم تلك الأسباب لأن هذا الشخص تعامل مع الإدارة الذاتية أو أنه سار في طريق يعني من أمام دائرة من دوائر الإدارة الذاتية، أو أنه خرج لنوبات حراسة منذ عام 2011 يعني، أو أنه التحق بواجب الدفاع الذاتي وما إلى ذلك. يعني كل هذه التهم هي تهم، فعلا تهم يضحك لها طفل صغير، تهم باطلة لا تدل إلا على ضحالة تفكير هؤلاء المرتزقة الذين يتحكمون بمصير عفرين، الذين قدموا من كل صد وحسد يعني وجهة. الهدف الأساسي يعني لدولة تركيا المحتلة هو طرد ما تبقى من السكان الأصليين من عفرين والاستيلاء على ديارهم وأملاكهم وتسليمها لهؤلاء المرتزقة. والهدف الأساسي بالدرجة الأولى هو يعني إنشاء إذا ما تم تصحيح إنشاء منطقة عادلة بين عفرين وشمال كردستان بإيطاء أو إسكان التركمان حصرا، التركمان من أي دولة من أي جهة قدموا إلى المنطقة تم أو يتم إسكانهم ما بين باطور على شمال كردستان وروجافا. يعني مع هذه الانتهاكات سيد سليمان التي ذكرتها حضرتك، يعني كيف يتعامل السكان المدنيون مع هذه الانتهاكات، هذه الخروقات، الوضع الاقتصادي الاجتماعي هناك، كيف يتم التعامل مع هذه الحالات، إلى أين يلتجئون لربما شكوى معينة، وحضرتك تعلم أن هناك بيع للبيوت، بيع للحقول، وكما ذكرت حضرتك يعني هناك خطف، كيف يتم التعامل مع هذه الانتهاكات من قبل السكان المدنيين أقصد؟ نعم، يعني المدنيين هناك المدنيين في عفرين لا حول لهم ولا قوة، لمن يلجؤون؟ يعني يشتكون لذات لرئيس اللصوص، يشتكون لرئيس العصابات. هل يمكن أن يعني أن يرسل رئيس العصابة جماعة من عصابته وتصل الشكوى ويعاقب هؤلاء اللصوص؟ يعني اللص الاساسي والمرتزق الاساسي هو الذي يرسل هؤلاء المرتزقة لطلب الفديه عن طريق الخطف، عن طريق القوه، عن طريق الارهاب، والعفرينيين لا حول لهم ولا قوه حتى دوله الاحتلال التركي. هؤلاء يعني المرتزق المرتبطون بها بالدوله التركيه يعني يأخذون الأمانة منها، لأن هدف تركيا يعني سرقة كل شيء بعفرين لتجويع السكان، لتجويع السكان ليترك ما تبقى من هؤلاء أرضهم وممتلكاتهم ليتم يعني لتكملة أو
إتمام عملية التغيير الديموغرافي. نعم. الهدف الأسمى لدولة تركيا بشكل عام هو تغيير ديموغرافي بحت. يعني صحيح. حتى تغيير. طيب في هذه. نعم في هذه الحالة دائما ما نتساءل سيد سليمان عن الصمت الدولي. يعني سؤال دائما ما نكرره ونعيده ونتساءل عن الصمت الدولي حيال هذه الانتهاكات والممارسات، خاصة أن هناك اتفاقيات، هناك تقارير دائمة توثق هذه الانتهاكات وهذه الممارسات. يعني هنا أنا أتساءل لمن تصل هذه التقارير؟ تصل إلى منظمات حقوق الإنسان أيضا كما قلت، أو أستفد أيضا لا حول لها ولا قوة. يعني هل من الممكن أن تحاسب هذه المنظمات الإنسانية أو المنظمات حقوق الإنسان؟ هل من الممكن أن تحاسب روسيا وأمريكا؟ هل من الممكن أن تحاسب الناتو؟ إذن حتى تركيا تستقوي بالناتو، تستقوي بإيران، تستقوي بروسيا. إيران ظهرها كما يقال بالعامية مسنود، لأن لو لم يكن أو لو لم تكن تركيا مدعومة ومسنودة من هذه الأطراف التي ذكرتها لما تجرأت تركيا عبور الحدود السورية التركية سنتيمتر واحد، ولما استطاعت أن تطلق رصاصة واحدة باتجاه الأراضي السورية. يعني الداعم الرئيسي هما بشكل أساسي أمريكا وروسيا. هاتين الدولتان هما اللتان تستقوي بهما تركيا، لأنهما تستفيدان من تركيا، وتقدم تركيا لهما كل ما تطلبنه. نعم. أشكرك جزيل الشكر لكل هذه المعلومات وهذه المداخلة من ريف حلب الشمالي، سليمان جعفر عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي.